راك حاب تخير اون كارت مال بصح كاين بزاف لي شوا. تبع معايا هاد لا فيديو باسكو كي تخلص حتولي تعرف كيفاش تخير كارت مار وحدك. السلام عليكم، معكم نضر اي كي نضر تيك توبر، ولو سوجي تاع لا فيديو تاعنا اليوم هو كيفاش تخير لا بريمير بياس في البي سي تاعك واللي هي في معظم الاوقات لا كارت مار. سيرمون اذا كانت هذه هي لا بريمير فوا تاعك حتخير فيها اون كارت مار تبان لك بزاف صعيبه وتخافوا كما تكونش كومباتيبل مع وحده من لي بياس تاع البي سي تاعك، الوغ اليوم حنبسط لكم هاد لو سوجي لو بلوس بوسيبل. كيما مالف نقول لكم في لي فيديو تاعي في ان بي سي كاين 7 بياس اسونسيال، وبويسك لا ماجوريتي تاع هاد لي بياس حيتبرونشاو في لا كارت مار تاعنا لازم نكونفيرميوك بلي شاك بياس من هادو يكونوا كومباتيبل معاها. نبداو نهضروا قبل على لا كومباتيبيليتي ولا توافق تاع لا كارت مار والبوتي تاعك. وهنايا تهمنا عفسه وحده برك واللي هي الفورمات على كارت مار تاعك. كاين طروا فورما لي بزاف معروفين واللي قاع يوتيليزيهم واللي هما الاي تي اكس، المايكرو اي تي اكس، والميني اي تي اكس. وكاين تاني الاي اي تي اكس اللي دي شويه كبير على الاي تي اكس بصح هاد لو فورما قليل لي يوتيليزيه ولازم يكون عندكم ان بواتي بزاف كبير باش يجي فيه. ولا ديفيرونس بين هاد لي فورما هي لا طاي تاع البي سي بي، ثم لازم تشوفوا لو بواتي اللي راكم حابين تجيبوه واش من فورما تاع كارت مار يقبل. تقدروا تجيبوا اون كارت مار صغيره لو شير في البواتي تاعكم بصح تجي تبان شويه بيزار بصح تجي، بصح ما تقدروش تجيبوا اون كارت مار كبير على البواتي. وكاين ديفيرونس واحده اخرى بيناتهم وهي العدد تاع البي سي اي اكسبريس سلوتس. بار اكزومبل في الاي تي اكس اللي هي لا كارت مار الكبيره كان نقدروا نديروا زوج لي كارت مار ونبرونشيهم بالاس ال اي ولا بالكروس فاير، بصح في الفورما تاع الميني اي تي اكس تجي صغيره بزاف وما نقدروش نبلاصيو فيها دو كارت جرافيك باسكو فيها سلوت وحده تاع بي سي اي اكسبريس. ودوكا نروحو لي بياس لي تبلاصاو في لا كارت مار تاعنا. بون نبداو بلا بريمير بياس ولا بلوز امبورطون واللي هي البروسيسور تاعنا. الحاجه الاولى ولا بلو فاسيل هي واش من مارك تاع بروسيسور عندكم، اسكو اي ام دي ولا انتل. باين ان بروسيسور تاع انتل ماهوش حيتبلاصا في ان كارت مار يجي فيها ان بروسيسور اي ام دي، هادي حاجه بديهيه. والحاجه الثانيه اللي متعلقه بالبروسيسور تاعنا في لا كارت مار هي السوكت، وهذه بكلمات اخرى هي المول اللي يتبلاصا فيه البروسيسور تاعنا، وهذا يتبدل على حسب لي جينيراسيون تاع لي بروسيسور. بار اكزومبل السوكت الاخر تاع اي ام دي واسمو الاي ام 4 وهذا هو لو بلوز يوتيليزي، اما لو سوكت الاخر تاع الانتل واسمو ال جي اي 1151 وهذا العدد يرمز للنمبر تاع لي بين اللي يجيو في السوكت. ودوكا تسقسيوني علاش كاين بزاف لي سوكات وعلاش ما يديروا سوكيت واحد يكون يونيفرسال لكاع لي بروسيسور ولكاع لي جينيراسيون. يبان باسكو ماشي كاع لي بروسيسور عندهم نفس العدد تاع لي بين، ومام لي بروسيسور تاع انتل لي بين يجيو في السوكيت في الكارت مار، اما اي ام دي لي بين يجيو لاصقين في البروسيسور. وهاد لو سوجي نطرقوا له في اون فيديو واحد اخرى ان شاء الله. اما الحاجه التروازيام اللي متعلقه بالبروسيسور ولازم تفيريفيوها قبل ما تشريو لا كارت مار هي لا كومباتيبيليتي مع البايوس ولا مع التشيبسات تاع لا كارت مار. وتشيبسات ولا بايوس يجي هنا في لا كارت مار باسكو دي فوا مامو كان يكون كلش كومباتيبل بين البروسيسور ولا كارت مار، وكما يكون التشيبسات تاع لا كارت مار كومباتيبل مع هذيك لا جينيراسيون تاع لي بروسيسور ما راهوش حيمشي. بار اكزومبل في الكوتي تاع الانتل لي بروسيسور تاع لا 6ام جينيراسيون يمشيو في التشيبسات اللي وسمو H110 وما يمشيوش في التشيبسات اللي وسمو B360 مالغري عندهم لو ميم سوكيت. وهاد الحاجه لازم تسقسيو برك ولا تريشيرشي قبل ما تشريو ما راهيش حاجه ماجيك. وثاني تي اذا كنتو حابين توفر كلوكي وكونفيرمي قبل بلي لا كارت مار تاعكم تقبل اوفر كلوك باسكو ماشي كاع يقبلو. مزياكم من هذوك لو بروسيسور وهذه هي لا بارتي اللي شويه كومبليكي في لا كارت مار، العفايس اللي قعدوا كاع ساهلين. لا دوزيام بيس في لا كارت مار تاعنا هي لا رام، وهذه بزاف سهله. لازم تشوفوا لا جينيراسيون تاع لا رام اللي تجي في لا كارت مار تاعكم. كاين دي دي ار 2 دي دي ار 3 وجديده واللي تجي في لا ماجوريتي تاع لي بي سي هي دي دي ار 4. ولا ديفيرونس بين هاد لي جينيراسيون هي تو سامبلومون العدد تاع لي بين اللي يجيو في لابار تاع لارام، وتانيت لو فيد هذاك اللي يجي في الوسط وين بلاصي. وتانيت في لارام لازم تشوفوا لا فريكونس ماكسيمال اللي تقراها لا كارت مار تاعكم باش مشي تروحوا تشري اون رام تاع 3600 ميجا هرتز ولا كارت مار تاعكم تقرا ماكسيموم 3000 ميجا هرتز باش ما تخسروش دراهم في اون رام غاليه هكذاك برك. وكما دائما نقول لكم على بالكم بلي لي بروسيسور تاع اي ام دي يحبوا لا رام خفيفه، تسمى دو بريفيرونس جيبوا لهم اون رام تاع 3000 ميجا هرتز وطلع. وبيان سور لازم تشوفوا تاني شحال من بارات يجيو في لاكارت مار تاعكم. كيما راكم تشوفوا هذه يجيو فيها زوج، كاين اللي يجيو فيهم زوج وكاين اللي يجيو فيهم اربعه. بيان سور ماشي لازم تعمروهم كاع، برك اذا كنتو حتعمروا زوج من لي كات سلوت اللي يجيو في لاكارت مار تاعكم لازم تعرفوا وين تبلاصيهم باش تستفادوا من الديوال شانل. بالنسبه لواحد ما يخلطش بزاف في لي بي سي وراه برك حاب يشري اون كارت مار تمشيلو لو بي سي تاعو، لي زانفورماسيون اللي قلتهم لحد الان يكفيوك. لي بيس اللي حنهضر عليهم كاع دوكا يجو ستوندار في كاع لي كارت مار، كيما لو بور اللي تجي فيه لا كارت جرافيك اللي اسمه البي سي اي اكسبريس جامي يتبدل.
وتاني لي بورسيتا اللي تبرونشاو فيهم لي ديسك دور ولي اس اس دي جامي يتبدلوا، غير اذا كان عندكم ان اس اس دي ام دوت 2 اللي تبلاصا ديريكت في لاكارت مير، لازم لاكارت مير تاعكم يكون فيها لو بور ام دوت 2 اللي يجي كيما هكذا. ومام لاليمونطاسيون لي كابل تاعها كيما 24 بين قاع يجو ستوندار وجامي يتبدلوا بور لو مومون. وكاع الفايس اللي قاعدو سي دي زوبسيون ما تسحقوهمش فورسيمون باش يشعل لكم لو بي سي، كيما بار اكزومبل لوبسيون تاع الواي فاي ماشي كاع لي كارت مير فيهم، بصح ما تكونش عندك نورمال تقدر تكونيكتي البي سي تاعك بلو كابل ايثرنت. وكاين ثاني الار جي بي، كاين دي كارت مير يجي فيهم ار جي بي ال اي ديز ولا ار جي بي هادرز اللي تقدر تبرونشي فيهم ار جي بي ستريبس، تما اللي حاب الار جي بي يشوف لا كارت مير تاعو اذا فيها هاد لوبسيون. وكاين اون اوبسيون واحده اخرى اللي بزاف مليحه ونلقاوها جينيرالمون غير في لي كارت مير لي غاليين، واللي هي لي بوتون تاع الاون وريسيت اللي يجوا في لا كارت مير. وكاين تاني لانديكاتور نيميريك لي اذا كراش البي سي تاعكم يمدلكم ان نيميرو تروحو تريشيرشيوه تلقاو اكزاكتومون شنو هو لو بروبليم لي صرا في البي سي تاعكم. وكاين تاني دي زوبسيون متعلقين بلي بور اديسيونال كيما اليو اس بي 3.1 ولا تايب سي. الوغ انفان كي تجو تخيرو اون كارت مير اهم حاجه هي الفورما تاعها ولو سوكيت تاع سي بي يو لي يجي فيها، وتاني لا جينيراسيون تاع الارام لي ترفدها. والعفايس كاع لي قعدو سي دي زوبسيون ماشي نيسيسير باش يمشي لكم لو بي سي. جيسبر تكون فادتكم لا فيديو، ما تنساوناش بلايك وسبسكرايب وبارطاجيو هاد لا فيديو، ونشوفكم ان شاء الله in the next one. سلام.